حدث سامعين شغال شغال تمام في حدث ما ننساهوش ابدا واحنا صغيرين هو الصحيان من النوم الصبح عشان نروح المدرسه حدث فظيع ومتكرر فانا ما انساش ابدا الوقت ده والدتي جايه تصحيني انا واخويا وتقول لنا يلا البسوا بسرعه نحضر الشنط الوقت بيجري عايزين نلحق الباص وننزل بسرعه بقى والوقت بيجري نركب الباص الاقي مسؤول عن الباص تقول للسواق شاحن يا عم شو عايزين نحط طابور الوقت بيجري وانا قاعد بقى ما افكر مين الوقت اللي بيجري ده اللي مجننا يعني وين بيجري ليه وبيجري رايح فين ومين اللي قاله يجري اصلا بعد كده بنكتشف انه كل الناس بتقول الوقت بيجري طب يعني كلنا عارفين الوقت بيجري طب مين اللي قاله يجري بقى واللي شافه بيجري ما قالوش ليه استنى شويه او يقف او يرجع لورا بدل ما هو مغلبنا معاه فقررت انا عايز اعرف ايه الوقت ده سالت طبعا الناس اللي حواليا ايه الوقت فالوقت عاده بيتعرف بقى هو الساعه الدقايق الوقت بيجري برضه بس طبعا الكلام ده مش مظبوط يعني ما فيش حاجه توضح صوره الوقت قدامي فلما في كلمه مش عارف معناها اروح للمعنى بتاعها موجود في المعجم انا جبت المعجم الوجيز فبدور على الوقت او الزمن انتوا عارفين بفتح الزين قبل الواو فجبت الزمن مكتوب كده بالظبط الزمن هو الوقت قليله او كثيره ما اوكي ما بدور على الوقت يعني مش مشكله خالص رحت مالي جبت الواو الوقت الوقت هو مقدار من الزمن يا نهار ابيض طبعا بدايه مشجعه جدا الواحد عايز يعرف ايه هو الوقت بس دورنا بلغات ثانيه في بيوصل تعريف ل 30 تعريف يعني في 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 الديكشنري الواحد في 30 تعريف للتايم كلهم بيدوروا بلغات كتير حوالين فكره واحده انها حاجه ماشيه واحنا بناخد منها حته بس في تعريف واحد هو اللي شد انتباهي شويه هو بيقول هو الوقت هو ترتيب للاحداث في سلسله متصله فترتيب للاحداث دي كانت جديده شويه يعني حاجات حصلت او بتحصل واحنا بنرتبها احنا اللي بنقول بتحصل او حصلت والحاجه وبعدين حاجه يمكن هو ده اللي بيخلق الوقت بس برضه الصوره مش واضحه يعني انا خريج هندسه كوميونيكيشن عين شمس فقعدنا ندرس في الفيزيكس لغايه ما شبعنا فاول حاجه لازم اروح ادور فيها الفيزيكس في علماء كتير جدا اتكلموا عن الايشو بتاع التايم ده وكلهم غالبا بيبتدوا بجمله جميله جدا هي انه من العسير بل ومن المستحيل ان احنا نعرف ايه هو الوقت فطبعا متخيلين انا لما اجي ابتدي البحث بتاعي الاقي الناس دي يعني معديه بقى ندرس النظريات بتاعتهم بس بعد كده بيتكلموا كل واحد بيشرح من وجهه نظره كتير جدا بيتكلموا في الاخر بيصبوا في نظريه النسبيه بتاعت اينشتاين اللي هي ان ببساطه يعني ان الوقت ده نسبي من منظوري الشخصي اتجاه حركتي وسرعتي كلمه نسبي دي بتدي برضو يعني زي وضوح شويه لانه تخيلوا لو في فرقتين بيلعبوا بعض فرقه كسبانه 1-0 وفضل 5 دقايق فالفرقه الكسبانه بتحس 5 دقايق دول ايه سنين والفرقه الخسرانه بتحس ان هم بيعدوا في لمح البصر اوكي الوقت نسبي ترتيب احداث طب وبعدين شوف عاده لما العلم بيفشل في ان هو يقول لنا الاجابه على طول لازم نروح للفلسفه هي اللي بتدي عمق للنظريه العلميه وبتديها بعد تاني مختلف عن اللي احنا بنقراه بس فلسفه بقى يعني تعرفين الناس بقى هتقعد تتكلم مش هنخلص المفاجاه انه لا مش كده العكس ده اغلب اللي بيتكلموا في الفلسفه والعلماء كمان يمكن بيتفقوا على جمله قالها ارسطو وهي ان الوقت حساب للحركه منطقيه شويه متخيل ان لو انا واقف كده مفيش اي حد فينا بيتحرك كلنا ثابتين في مكاننا وبعدين اتحركت الحركه دي عملت تغير حسابه احنا ممكن نحسبه بالسقفة بالمية بالنور بالدقيقة بالثانية بالساعة مش هنختلف على وحدة القياس انما الحركة هي اللي ادتنا احساس بالوقت في 3 حركات في حياتنا هما اللي بيدونا احساس بالوقت دوران الارض دوران القمر حواليها ودوران الاثنين حوالين الشمس ال3 حركات دول ادونا الاحساس بالليل والنهار بالشتاء بالصيف خلونا نحس ان في
وقت، لأن في تغير، لأن في حركة. طيب الوقت ترتيب أحداث وحساب حركة وكلام جميل، بس ما فيناش برضو إيه هو الوقت. خلينا نرجع بقى قبل كده، مين اللي عمل الوقت ده أصلا؟ وعملوا ليه يعني؟ إيه الإحساس اللي كان عنده؟ الإنسان البداية كان ياما بيصطاد ياما بيتنيم من مكان لمكان عشان بيرعى الغنم، المكان فيه مية المكان تاني فيه مية، ما كانش فارق معاه أول الوقت. بس لما يبقى عندك حضارة وناس كتير بتحكمها وفي شغل كتير لازم يحصل، كان لازم عندك حاجة تحكمهم كلهم، فعملوا الوقت. وكان من أوائل الحضارات اللي عملت الوقت هي الحضارة الفرعونية. وعملوه بناء على الثلاث حركات اللي انا قلته لكم ده، لان هم كانوا بيبصوا للشمس انها يعني الشمس رع الاله العظيم اللي خاف احفاده يخلفوا حد يطلع ينافسه على السلطه وياخدها منه، فمنع احفاده ان هم يخلفوا في خلال ال 360 يوم من السنه. السنه كانت ساعتها بتحسب 360 يوم. نوت حفيده رع راحت لإله الحكمة والمعرفة واللغات عند الفراعنة اسمه تحوت، قالت له الحقني رع العظيم، قال لنا ما حدش فينا هيخلف خلال 360 يوم، وبعدين أنا عايز أبقى عندي أولاد. تحوت قال لها سيبيني أفكر شوية. راح لسيلينا إلهة القمر اللي بتعكس ضوء رع، قال لها سيلينا إحنا هندخل في مباراة مع بعض. المباراة دي كانت غالبا مباراة فكرية وأسطورة ما بتقولش بالظبط إيه هي. قال لها وكل ما هكسب هاخد منك حزام ضوء. قعد يغلبها يغلبها لغاية ما حوش ضوء يكفي 5 أيام وحطهم ما بين كل سنة والتانية، فبقت السنة 365 يوم. وبعد كده نوت خلفت بقى إيزيس وأوسوريس وست، والقصة اللي قريناها مليون مرة دي، بس خلونا نتأمل شوية في الحتة دي. يعني أنا أجي يوم 31 ديسمبر كده جهز نفسي إن بكرة أول السنة الجديدة، ألاقي في شريط الأخبار تحت لا لسه فاضل 5 أيام ثورة طبعا، يعني كارثة ممكن تحصل. بالنسبة لمصر دي ما حصلش حاجة، ليه؟ ازاي ما يحصلش حاجة؟ وايه فكرة الوقت بالنسبة له اللي تخلي ان هو ما يحصلش حاجة؟ شايفينه ازاي؟ انتوا عارفين السنة مش 365 يوم، هي 365 وربع تقريبا. الربع ده على مر السنين خلى سنة تتقلب، زي ما خالد قال الصيف بيجي في يناير والشتاء بيجي في أغسطس، يعني ده لو حصل لنا دلوقتي كارثة طبيعية، مش جلوبال وورمينج بقى، ده الأرض بتتقلب، يعني مصيبة كارثة. هم غيروا التوقيت، يعني خلاص احنا غلطانين. طب ايه يعني الوقت ما بيجريش عندهم برضو؟ أكيد في حاجة مختلفة. عشان نوصل للمعنى بتاع الوقت عند الناس دي أحكي لكم حكاية تانية، حكاية فرعون اسمه منكورع، نحن نقول عليه منقرع، صاحب هرم من أهرامات الجيزة. منكورع ده أخطأ خطيئة عظيمة جدا قدام الآلهة، لدرجة إن كهنة معبد بوتو بعتوا قالوا له شوف أنت هتعيش 6 سنين وفي السنة 7 هتموت. منكورع اتخض، قال لهم أنا هعيش 6 سنين وفي السنة 7 هموت ليه؟ ده غيري عملوا بلاوي وعاشوا، أنا مش موافق على الكلام ده، مش موافق على كلام الآلهة اللي هم كلامهم ما بينزلش الأرض أبدا. قال أنا هغير القدر، أنا مش هعيش 6 سنين. فكر شوية وجاب مصابيح ومشاعل نور بيها ليله، عاش نهار ونهار في السنة، بدل ما يعيش 365 نهار عاش 730 نهار. منكورع وهو بيموت قال أنا ما عشت 6 سنين، أنا عشت 12 سنة. كان بيفكر في إيه؟ الوقت بالنسبة له إيه؟ علشان بدل ما يعيش 6 سنين يعيش 12 سنة بإيده، غير الواقع بالنسبة للآلهة هما 6 سنين وخلصوا، بالنسبة له هو استمتع ب 12 سنة. إيه هو الوقت بالنسبة دي؟ الوقت هو الأحداث اللي بنصنعها بإيدينا فيقدر نغيرها أو نغير نتائجها، نعيدها أو نستعيدها، فيبقى الحزن والفرح، السعادة والألم، الفشل والنجاح، الموت والميلاد، هما دول المعنى الحقيقي للوقت والمعنى الحقيقي للحياة. شكرا. حاجة واحدة كنت عايز أتأكد منها،
هو ده بجد حصل؟ للأسف. يعني فعلا القدماء المصريين ما كانش فارق معهم خالص ان يناير كان بيجي ساعات شتاء هو في معابد كانت متخصصه في حساب أوكي. الحاجات دي فقالوا لهم يا جماعه في حصل خلاص نغير التوقيت مش مشكله عادي هو راجل عالم كبير يعني كلها مساله ادراك مختلف لمعنى الوقت هو يعني الفكره انه احنا مش بندي معنى للحظه اللي بتمر علينا قد ما احنا المعنى بتاعنا عايزينه يتحسب بعدين هو ده الفرق بينهم مينا الهامي قلت لكم هيلهمكم ثانك يو ثانك يو فيري ماتش